دلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، بالإضافة كمان لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اللي هتتلعب النهاردة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم مكتبة الإسكندرية ندوة احتفالاً بالذكرى المئوية لصدور أول الدساتير المصرية، وهو دستور 1923، واللي بيعد الدستور الأول في مصر الحديثة، ومن خلاله تم التمهيد للحكم الوطني الناتج عن الحراك النضالي الممتد من أجل تمكين المصريين من تحديد مصيرهم بعيداً عن التدخل الخارجي لقوى الاحتلال. النهاردة هتنظم مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل لذوي الهمم، وده تنفيذاً لخطة الحكومة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في سوق العمل وتوفير حياة كريمة ليهم. لعشاق الكرة الأسبانية موعدهم النهاردة مع مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري في تمام الساعة 10 مساءً.